وسهلا ومرحبا بكم في فقرة زو. في زو اليوم باش نعرفوا كيفاش نحفظوا الماكلة بطريقة صحية. باش نحفظوا الماكلة بطريقة صحية داخل الثلاجة لازمنا نبعدوا اللحم والدجاج والأسماك والبيض على المواد الغذائية الأخرى. يلزم زادة نفصلوا بين الماكلة النية والماكلة المطبوخة، ويستحسن حفظ الماكلة المطبوخة والحاضرة للاستهلاك في الرفوف العلوية من الثلاجة. الماكلة الطايبة لازم نستهلكوها في ساعة كي تحضر، وإلا نحفظها في الثلاجة كي تبرد على الأقل ساعتين بعد نهاية الطهي، وهذا يكون في أواني صحية ومغطية ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة. كيف نسخنوا فطورنا؟ يلزم نخليوه يغلي 15 دقيقة على الأقل. وأخيرا ردوا بالنا، المواد اللي خرجناها وذوبناها ما نعاودوش نكنجلوها. بالحفاظ على سلامة ماكلتنا نحافظوا على سلامة العزيز علينا. زوم لليوم وفات، نتقابلوا في زوم جديدة. إلى اللقاء وباي باي.